أن يشارك، أن يساعد، أن يواصر، أن يشارك الخط الأمامي لفريقه. مرفوع الكرة وكل عناصر شباب قسنطينة بدون استثناء في المنطقة نتاعهم، وسي محمد سدريك حتى الحارس شوشي، كل مولودية قسنطينة في هذه مولودية العاصمة عفوا في منطقة شباب قسنطينة، المولودية العاصمية الآن كلها في منطقة سي محمد سدريك. اللحظات الأخيرة يشير، يختار من الرفقاء من الزملاء، مرفوعة وجورمي، الأخذ والرد وقراوي، قراوي والعارضة تقول لا، العارضة تقول لا لحشود، العارضة تقول لا لحشود. كرة القدم لعبة طبعا لم نقدر نفصل فيها حتى الصافرة النهائية للحكم بعد هذه اللقطة بقوة كبيرة، قراوي وحشود والكرة ترتدم بالعارضة، العارضة تقول لا للمولودية، المولودية ترمي بكل ثقلها في هذه الأثناء في اللحظات الأخيرة من هذه المقابلة. وفي هذه الأثناء ربما السيد ميال ينظر للساعة نتاعه وتؤمن دائما مولودية العاصمة في العودة في النتيجة والانطلاقة من راني، راني يبحث عن رفيق، أبوابي من هناك، أبوابي على الناحية اليسرى، ماذا يفعل بوابي أمام واحد اثنين ثلاثة، يترك المجال لبن شريفة ربما يرفع وخمسة أمتار وخمسين لمصلحة. وفي هذه الأثناء السيد ميال فاروق يعلن عن نهاية هذه المقابلة بتأهل تاريخي لشباب قسنطينة، وثلاث انتصارات مقابل ثلاث انتصارات لكل فريق. شباب قسنطينة يتمكن إذن من التأهل للدور المقبل في مقابلة اتسمت بمستوى فني مقبول.